الله الرحمن الرحيم. الأستاذة نورة إدير من مؤسسة الفاتح المستوى الأول. أحبائي تلامذتي الأعزاء، فعلا اشتقت لكم، ولكن الظروف حالت بيننا، ولهذا لن أترككم تسبحون في فراغ مع أمهاتكم. سأقدم لكم اليوم وكعادتنا أول حصة نبدأ بها هي حصة الاستماع والتحدث. سنبدأ بحكاية جديدة. عطلة في البادية. عطلة، ماذا تعني كلمة عطلة؟ العطلة هي الوقت الذي ننهي فيه دراستنا. البادية، البادية هي القرية، وتوحي لنا بالسهول والطبيعة الجميلة والورود والفراشات والأزهار ورائحة الخبز إلى غير ذلك. الآن انظروا للصورة. هيا، هل تتذكرون هذه الفتاة التي على الصورة؟ إنها كجمولة، كجمولة الذكية التي أحبها جميع أهل القرية. وبذكائها ونباهتها أتممت دراستها في القرية وذهبت إلى المدينة لتتابع دراستها هناك، واستقرت عند عمتها إيطو. هل تتذكرون كجمولة؟ أنا أثق فيكم أحبائي وأعرف أنكم تتذكرونها. إذا سنتوقع توقعات لهذه الحكاية كعادتنا في أول حصة. ماذا تتوقعون من هذه الحكاية؟ عن ماذا ستدور أحداث الحكاية؟ هيا انظروا قليلا في الصورة. والآن سأقرأ الحكاية لنرى جميعا هل توقعاتنا كانت توقعات صحيحة أم خاطئة؟ عطلة في البادية. اعتادت كجمولة أن تقضي عطلتها الربيعية في القرية، وذات صباح استيقظت باكرا كعادتها، وسارت بين الحقول والبساتين وحدها ريثما تعد لها أمها فطورها. وبينما كجمولة تستمتع بالطبيعة الجميلة، رأت في مسلك بين الحقول نسرا صغيرا تائها عن عشه ووالديه. حملته كجمولة وجالت ببصرها في السماء لعلها ترى والديه فتسلمه لهما، لكنهما لم يظهرا. حارت كجمولة في أمر النسر الصغير، أتتركه وحيدا في الخلاء؟ قد يتعرض المسكين للأذى، فما العمل؟ وفي الأخير قررت أن تأخذه معها إلى بيتها وتعتني به حتى يكبر ويطير. ثم حملته بين ذراعيها وأكملت جولتها في الطبيعة الجميلة. قطرات الندى تتلألأ على الورود، والفراشات والنحلات تحط على الأزهار في خفة ورشاقة ثم تطير. كانت كجمولة تشم رائحة الخبز ينضج في الأفران على نار الأعواد والحطب، وتسمع نغمات ناي الراعي وغثاء الأغنام وخوار الأبقار في المراعي البعيدة، وزقزقة العصافير فرحة بقدوم الربيع. والآن أحبائي، سمعتم للحكاية؟ سأطرح عليكم بعض الأسئلة لأرى من منكم سمع حكايتي واستوعبها. أين اعتادت كجمولة أن تقضي عطلتها الربيعية؟ ماذا رأت بين الحقول؟ وماذا فعلت بالنسر الصغير؟ كيف كانت الطبيعة في فصل الربيع؟ هذه أسئلة طرحتها عليكم أحبائي، وستجيبوا عليها في دفتر المنزل.
إلى اللقاء آخر إن شاء الله. أحبكم.